هل انت تضحك على القليل للاغنيه بس؟ ناس كتير فاكره ان التزحلق على الجليد للاغنياء بس، وده عشان زي ما احنا اتعلمنا ان جو مصر حار جاف صيفا معتدل ممطر شتاء وما عندناش تلج عشان نتزحلق عليه. واشهر مكانين هم سكاي ايجيبت في مول اوف ايجيبت وسنو سيتي في سيتي ستارز، واحنا اخترنا التاني عشان ارخص. ولما تدخل على الكاشير عشان تسال على اسعار هتلاقي ان اقل حاجه ساعتين ب 285 جنيه، ولو عايز تتزحلق على الجليد دي حاجه لوحدها وهتزود ساعه على الساعتين عشان يبقى المجموع 3 ساعات ب 400 جنيه، وده طبعا غالي جدا. بس احنا دلوقتي هنستخدم كارت الهاكساتو، بمجرد ظهوره على الشاشه يتيح لك كارت الهاكساتو وخوض التجربه باقل تكلفه ممكنه، تطبق الشروط والاحكام وتحطها في جيبك. واللي احنا هنعمله ان احنا هناخد ساعه التزحلق على الجليد بس لوحدها وهندفع 173 جنيه. السعر شامل 14% الضريبه المضافه والكارت والهدوم والشراب والجوانتي والشوز والسكيز والمدرب وكل حاجه يعني، بس مش شامل اللوكر، فممكن تاجر واحد ليك انت والشله ب 30 جنيه. هتدفع وتملى الابلكيشن وتستلم هدومك وتدخل عشان تغير، وما تبقاش غبي وتسالهم الدولاب رقم كام عشان طبعا الكارت اللي بيعطوك اياه هو نفس الكارت اللي ايه تشغل فيه اللوكر، تعمل كده تختار واحد فاضي اصلا، تعمل كده فتح اللوكر. يعني الكارت اللي عليه اللوكر تقدر تقفل وتفتح بيه اي واحده انت عايزها. حاسس انا لابس قوي على ايدي يا كريم. بس مشكلتها ما فيهاش غير جيب واحد ويا دوب على قد الكارت، وبعدين هتخرج عشان تاخد الشوز والسكيز وتدخل بقى للتزحلق. والمفروض بيبقى معاك مدرب بيشرح لك كل حاجه، بس انا هقول لك اللي بيحصل على السريع. اولا بتتعلم ازاي تلبس السكيز، بعدين هيخليك تمشي بيهم لفتين. بصوا بقى يا شباب، قبل ما ننزل من على السلوب من هنا في حاجتين لازم اكون عارفهم كويس قوي عشان اقدر اجري. من غير الحاجتين دول محدش فيكم هيعرف يجري. ومش محتاج اشرحهم عشان الموضوع سهل جدا، عايز ثبات انفعالي بس. بص هنا يا كريم. يلا روح. استنى وحياة ابوك يا كف، وحياة ابوك ما تعمل حاجة، استنى وحياة ابوك، وحياة ابوك، استنى كف وحياة ابوك. طيب انا هشرح لكم. هو في الحقيقة الموضوع كان صعب بالنسبة لي، بس لحد ما فهمت الفكرة وبقيت اعرف انزل لوحدي عادي. هو الموضوع انك بتقف 11 وبترمي جسمك لقدام وتتني ركبك وتفضل على كده، واول ما تيجي نازل بتفتح رجلك عشان تعمل المثلث ده. اها، وهنا الفكرة اللي ما كانتش واصلة لي، ان دي الفرامل، يعني كل ما تضيق فتحه البرجل بتنزل اسرع، يعني مجرد ما تقفل رجلك وتقف عادي فريق سلام. انت امير الموضوع سهل جدا معاه مع انه اول مره يجرب زيي، بس هو واخد على الجوده في السيل. اول مره. الحمد لله. واه ما تنساش تاخد بالك وانت نازل من الحته دي عشان الحقني بقى طلع رجلي. كالعاده هناخد معانا الشراب والجوانت. انا بس حبيت اوريكم ان انتوا تقدروا تعملوا اللي انتوا عايزينه باقل التكاليف، ومفيش حاجه اسمها للاغنياء بس. اشوفكم في الفيديو الجاي. هب هب هب.